الخريطة دي للأراضي اللي ورا الحائط الجليدي، يعني احنا أرضنا هنا والحائط الجليدي هنا، وده كل اللي بعد الحائط الجليدي. فالخريطة دي لو ثبتت صحتها فاحنا كده نروح في حتة تانية خالص. المهم وأنا قاعدة أعمل زوم بقى اكتشفت حاجات غريبة جدا. ركزوا بقى على أسماء الجزر اللي هقولها لكم دي. أول واحدة تحوت، على اسم إله مصري قديم، أمون رع، أتن، أنوبيس، وحورس. والغريب أكتر هنا تسلانيسيا، جاي من كلمة تسلا، والغريب أكتر وأكتر مكتوب تحتها The Electrified Island، كهربائية. وبصوا بقى دي The Mountains of Kong، مش بتفكركوا بحاجة؟ فيلم كينج كونج والجزيرة اللي كان فيها مثلا. وهنا بقى مش اسم إنجليش، دي مكتوبة بالعربي الجزر الدنيوية. فسروا لي إيه ده؟ لا والأغرب وأغرب، عندكم هنا جزيرة للتنانين وهنا جزيرة لوحوش أسطورية. هقول التنانين حيوانات أسطورية مش موجودة، هقول له القواميس القديمة كانت معرفة التنين على إنه حيوان نادر مش حيوان أسطوري. ودي فاكرينها؟ أطلانتس. وهنا جزيرة باسمه بوسايدن في الحضارة الإغريقية. وهنا سيكويا أرض العمالقة، اللي بالمناسبة لو بحثتوا على الاسم هتلاقوا صور أشجار عملاقة. المهم إني لما دورت بقى في المصادر العربية قريت في الجزر الخالدات جزر شبه الجزر اللي أنا لسه موريها لكم دي. السؤال هنا بقى، لو الخريطة دي حقيقية هل ممكن الآلهة في الحضارات القديمة يكونوا ناس من أراضي أخرى ونزلوا على أرضنا ونشروا علومهم وعلشان كده تم تقديسهم؟